السلام عليكم، ازيكم يا مشاهدين ميرو ستايل. النهارده هنعمل مع بعض الكشكول العادي ده ونغلفه ونحوله لكشكول غير عادي. هجيب فرخ فوم بالشكل اللي انتوا شايفينه وابدا احط الكشكول بتاعي واقيس واعلم كده بالقلم زي ما انتوا شايفين، واقص بقى القياس اللي انا علمته ده. تمام، بعد ما انا قصيت هبدا الزق دبل فيس على الكشكول من بره زي ما انتوا شايفين كده، وابدا اشيل اللزق الدبل فيس استعدادا للزق الفوم على جلده الكشكول اللي معانا. حاولي بس في المرحله دي تظبطي ايدك عشان تطلع كل حاجه مظبوطه ويطلع المقاس مظبوط، مفيش حاجه ما تبقاش متغطيه. تمام، زي ما انتوا شايفين هنا كده انا بطمن بس ان كله اتلزق كويس وبقى متين زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هنبدأ نلزق بقى الجهة التانية من الكراسة، بس شايفين الجزء اللي هو في النص ده انا هحط شمع. تمام، والزق فيه لان الجزء ده بيبقى اساسا مرتفع عن بقية الجلدتين زي ما انتوا شايفين كده، واثبت من الجناب واضغط كويس قوي عشان الشمع يتوزع ويبقى مظبوط. اوكي، ممكن بقى نلزق بشمع عادي. انا حبيت اوريكم الحاجتين اللي انا لزقت بيهم، دبل فيس او مسدس الشمع، بس الافضل لي دبل فيس لان الشمع لو انتي ما لزقتيش بسرعه هتلاقيه عامل اجزاء متكتله تحت الفوم وشكلها في النهائي مش حلو. فانتي لو تلزقي بشمع لازم ايدك تبقى سريعه جدا عشان الشمع بيجف بسرعه قوي اول ما بيطلع من المسدس. تمام، ثبتي بقى الاجزاء الباقيه دي كلها زي ما انت شايفه كده، ويبقى احنا كده اول مهمه خلصناها. هقص بس الزيادات دي واسيب بقى الفوم على قد حجم الكشكول بالظبط. تمام، هنا بقى اجيب ورقه عرضها 13 سنتي، طولها 13 سنتي وعرضها 8 سنتي، هتنيها نصين عشان انا عايزه ارسم تاج. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هرسم زي يعتبر دوائر صغيرة ومتدرجة زي ما انتوا شايفين. لو انتي ما بتعرفيش ترسمي اكتبي على جوجل تاج او كراون، هتلاقي يطلع لك اشكال كتيرة جدا، شفيها من على اللاب بقى او من على التابلت بتاعك او الموبايل. تمام، شايفين ده شكل التاج اهوت، هو هيوضح معاكو اكتر دلوقتي. شايفين انا قاسمه الصفحه نصين عشان الباترون يبقى سهل عليا في الرسم ويبقى متناسق اليمين زي الشمال. بصوا كده بقى انا عايزه اعمل تفرير كده في النص، الاجزاء اللي انا برسمها دي هتتقص واتخلص منها بعد شويه. انا عايزه التاج بتاعي يبقى مجسم شويه، يعني مش قطعه مبهمه كده، فاهمين؟ هتوضح معاكم دلوقتي باذن الله. تمام كده التاج بتاعنا واضح اهوت. انا هبدأ بقى الاجزاء اللي بظللها دي هقصها واتخلص منها. تمام، ابدأ بقى اقصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومن الحواف من بره برضو هبدأ اقص. هبدأ أقص بقى الأجزاء اللي هي الداخلية دي اللي أنا قلتلكوا هنتخلص منها مش هتبقى معايا في التاج بتاعي. شايفين في النص دي أتني الورقة كده وأقطع جزء صغير قوي عشان أقدر أدخل المقص منه وأمشي على حدود الرسمة الداخلية دي، وأبدأ أقصها وأشيلها خالص. تمام، هعمل الجهة التانية نفس الحكاية بقى عشان مطولش عليكم وأوريكم الشكل النهائي على طول. تمام كده، ده الشكل النهائي اهوت، بقى 3D خالص او مجسم، يعني هو مش 3D، هيبقى مسطح. هقصه ذهبي بقى زي ما انتوا شايفين كده،
الالوان دي ترجعلك، بس انا اخترت لون الموف للكفر الخارجي ولون ذهبي للتاج. تمام. طيب دلوقتي التاج انا هعمل له قطعة مصمطة شكل التاج بالظبط، هعملها باللون ايه البينك زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. يبقى احنا كده تقريبا خلصنا كل اللي انا عايزة اعمله، فانا هحطها هنا كده واسيب الجزء اللي تحت ده اكتب عليه اسم البنوتة اللي هديها الكشكول ده. هنا بس هقطع شريط حوالي 0.5 سنتي او 1 سنتي، هو الافضل يكون عرضه 1 سنتي لان انا عملت 0.5 سنتي ويعني زعلت ان انا عملتوش 1 سنتي، فانتوا اعملوه 1 سنتي عشان يدي معاكم مساحة. اقول لكم هيدي مساحة معاكم مساحة في ايه. هبدأ ألزقه على حدود التاج اللي انا عملته تحت اللي هي القطعة المصمطة دي. تمام. على الحدود ده زي ما انتوا شايفين كده، احط شمع بسيط قوي وابدأ ألزق الشريط بقى الاستراس ده واقفل عليه الشغل من بره هنا عشان يدي شكل جمالي، ما يبقاش زي ما انتوا شايفين كده اماكن الالتحام باينة وشكلها مش لطيف. الاستراس ده في منه ذهبي وفي منه فضي، استخدمنا الفضي مع بعض في فانوس كرتونة البيت. هسيب لكم اللينك فوق هيظهر دلوقتي لو عايزين تروحوا تشوفوه. انا لزقت كده كل الكمية زي ما انتوا شايفين على الحواف كلها. هبدأ اثبت بقى التاج بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، اتأكد ان هو فيكس قوي. وهنا الجزء الذهبي انا غلفته من الداخل باللي هو كفر شيت اللي انتوا شايفينه ده. وهجيب بقى استراس بنفس الالوان اللي مستخدماها موف وبينك، هحطها هنا. عرفتوا بقى فايدة الجزء اللي انا عملته مرتفع في التاج اللي هو السفلي او المصمت، عشان انا عايزة احط استراس زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ الزق التاج بتاعي بقى فوق كده على الجزء ده بمسدس الشمع برضو. تمام. يبقى ده كده الشكل النهائي، شكل حلو قوي. شايفين اللي هو استراس ده يفضل يروح ويجي معايا كده طول ما انا احرك الكشكول في حاجة شكلها ظريفة. انا هنا كتبت الاسم وده الشكل النهائي بقى. انا حطيت نص لولي كده على التاج عشان يدي ان التاج مرصع بالالماس، واسم البنوتة كتبته على وورد عادي وعملته باللون البنك. وده الشكل النهائي بقى. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واعملوا افكار حلوة تشجعوا بيها اولادكم ان هم يذاكروا ويتفوقوا علميا واخلاقيا وكل حاجة. ومن هنا الفيديو اخر، اترككم في امان الله ومع السلامة.